انتي فين يا كوكو بابا؟ كوكو بابا! صبيك لبيك، خاتمتك بين ايديك. الفلوس ما نفعتش يا ست كوكو بابا. الفلوس بتنفع مع الناس كلها. ما عجبتش ميرفت حبيبة قلبي، شكلك هتضيعينا يا كوكو بابا. طيب قولي انت عايز ايه؟ عايز ميرفت تحبني تاني. اطلب طلب اعرف اعمله. اقولك خليني بطل خارق. انا هخليك اقوى رجل في العالم. ايه ده؟ ايه اللي عملتيه فيا ده؟ انا لابس بامبرز. انا كده بقيت بطل خارق؟ معلش الامنيات اتلخبطت عندي. انا اول مرة اشوف عفريتها بتهنج. اعملي ريستارت كده. بطل يا ظريف، انا هخليك دلوقتي اقوى رجل في العالم. والله انا خايف منك. بس ما تنساش لو ما عجبتكش الامنية هتقول كوكو واوا. ابوس ايدك، سقعت من البامبرز. وبعدين هو البامبرز فيه حاجة؟ انا حاسس اني مبلول. انا تقريبا كده جبت لك بامبرز مستعمل. اخس. ابوس ايدك. يلا. الله، انا حاسس ان انا قوي جدا. وهي دي بقى مشية الابطال. لما اروح لميرفت حبيبة قلبي. ميرفت! ايه ده علي؟ انت دخلت كده ازاي يا علي؟ انا تسلقت البيت علشان اشوفك. بجد؟ ازاي كده؟ واقدر اعمل حاجة اكتر من كده بكتير. واو، برافو يا علي، انت قوي قوي. انا جاي اعتذر لك على اللي حصل اخر مرة. ماشي يا علي، هدي لك فرصة. تعالي نخرج، هوديكي عند مكان حلو قوي. طيب هتنزل ازاي؟ زي ما طلعت، انا بطل خارق. طيب هبلك على الباب. لا تعالي بس هوريكي حاجة جديدة. ايه ده؟ انت بقيت تعرف تطير. بقولك بطل خارق. يلا هوديكي مكان حلو قوي. يلا بينا. هخليكي تطيري دلوقتي معايا. أي معلش انا اسفة، ما خدتش بالي. يعني ايه ما خدتش بالك؟ اللي انت عملته ده يا علي. بقولك بطل خارق. انت ازاي تضرب بنت وهي عملت ايه اصلا؟ مش خبطت فيكي؟ لازم احميكي. لا انا مش عاجبني القوة بتاعتك دي، انا مش هكمل معاك. انت ممكن تضربني انا كمان. ميرفت، انت فين يا كوكو واوا؟ كوكو واوا! شبيك لبيك، خاتمتك بين ايديك. ايه يا ابني وانا مش ورايا غيرك؟ انا مش عايز القوة دي، مش عايزها. ليه بس كده؟ القوة دي ممكن تعمل بيها حاجات كتير قوي. لا، القوة ما عجبتش ميرفت حبيبة قلبي. طيب اطلب واتمنى، بس خلي بالك دي اخر امنية ليك. طيب انا عايزة ابقى مشهور جدا. خلاص هتبقى مشهور جدا.
دلوقتي بقيت مغني مشهور. انا مغني ازاي طيب؟ ده انا صوتي وحش جدا. علي 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 انا بحبك قوي. كتر خيرك. انت مين يا ست انت؟ انا منى، انا بسمع كل اغانيك وبحبك قوي. قولي بحبك يا منى. اذا كان انا ما اعرفش اغاني بتاعتي ازاي بقى؟ انت متواضع قوي. انا بحب كل اغانيك وبالذات اغنيه كعبلني في الهوا. الله، دي اغنيه ممتازه. يلا بقى تصور معايا وقولي بحبك يا منى. يلا قول بطيخ بطيخ. يلا اتكلي على الله. مش هسيبك. طب انا هسيبك. استنى هنا قولي بحبك يا منى. ومعانا المطرب المشهور علي ماهر. علي المغني يحب يقول ايه لعلي الانسان؟ احب اقول لعلي الانسان خليك انسان، واللي بيحبوا علي يحطوا لايك وسبسكرايب دلوقتي حالا. انت جاي تعمل دعاية يا علي في البرنامج؟ انت مشهور اصلا. قولي بقى يا علي، ايه سبب شهرتك الكبيرة دي؟ No comment. الله عليك يا فنان، اجابة جميلة، لانك متواضع. عايزين نسمع بقى منك يا علي اخر اغانيك. ودي اغنية بهديها لمرفت حبيبة قلبي، وحبيبي لابس برنيطه ومعلق فرقه بتوشريطه، وبياكل حته شوكولاته وبيشرب مانجا بشفاطه. الله عليك يا استاذ علي، الله على الطرب الجميل، دوعتني. اغنيه كلها معاني جميله، شوكولاته ومانجا. وعملت اغنيه كمان باللغه الانجليزيه. الله عليك يا علي، ده انت وصلت للعالميه. طبعا نحب نسمعها منك. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have a pineapple. Pineapple pen. Pen pineapple apple pen. الله عليك يا فنان يا عالمي. خلاص بقى يا فنان، وفي نهاية اللقاء تحب تقول حاجة لجمهورك؟ الله عليك، رسالة مؤثرة وبنشكرك جدا جدا جدا. ايه ده؟ علي بيعمل ده كله علشاني؟ انا شكلي اتسرعت، انا لازم اكلمه. ايوه يا علي انا عايزة اقابلك. أيوة سمعت البرنامج وقررت أدي لك فرصة ثانية. إزيك يا ميرفت، شفتيني في التلفزيون؟ أيوة كنت هايل. أنا كنت عايزة أقول لك. استني معايا تليفون. إزيك يا هنا؟ أيوة حصل. خلاص هقابلك بكرة. مين هنا دي؟ استني معايا تليفون. ازيك يا رانيا؟ لا مش هينفع نتقابل بكره. هنا يا ستي مصرة تقابلني. خلاص نتكلم بعدين. مين رانيا دي كمان؟ استني معايا تليفون. ايوه يا فريده، خروجه امبارح كانت تجنن. شفتي معجمين وهما بيجروا ورايا؟ ماشي يلا باي باي. كنت تقولي حاجة يا ميرفت؟ مين كل البنات دول؟ دول انا المساعدين بتوعي. اتعودي بقى على وجودهم في حياتي، وان في معجبات كتير. ومعلش انا كده هتأخر على الحفلة. ماشي روح لحفلتك، انا مش عايزة اعرفك تاني. لا ميرفت حبيبة قلبي، ليه مشيتي؟ منك لله يا كوكواوا. كوكواوا
شبيك لبيك، خاتمتك بين ايديك. انا زهقت منك. وانا زهقت منك. انت عفريتة فاشلة، ضيعتي مني ميرفت. وانا مالي، انت اللي بتختار امنياتك غلط. شوفي لي حاجة. للأسف انت خلصت كل امنياتك. وقبل ما امشي هنصحك نصيحة، حاول تخليك على طبيعتك. انا كده مش قدامي غير اني اشتغل بجد واروح اتقدم لميرفت. يا عمي انا اشتغلت كتير جدا ومعايا شوية فلوس ينفع ابدأ بيهم حياتي، ارجوك توافق. وافق يا بابا، علي بقى انسان كويس جدا. وانا موافق. لما اروح لميرفت حبيبة قلبي. ومعانا المطرب المشهور علي ماهر في برنامج شعبيات. علي المغني يحب يقول ايه لعلي الانسان؟ احب اقول اشكركم جدا للسبسكرايب واللايك. ومعلش انا كده هتأخر على الفحلة. Ha ha ha.